الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا ووالدينا وأحبتنا وجميع المسلمين من النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، وأن شهر شعبان بوابة لرمضان، وفيه حولت القبلة، فحولوا قبلتكم من هم الدنيا إلى هم الآخرة. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. عندما قدم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، عندما قدم المدينة، كان يستقبل بيت المقدس، وبقي على ذلك نحوًا من سنة ونصف، 17 شهرًا، كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرًا أو 17 شهرًا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، أي كان يصلي إلى بيت المقدس ولكن هواه وقلبه كان يميل إلى الصلاة إلى بيت الله الحرام. فبعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى وأرضاه ربه سبحانه وتعالى فقال له: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا الحدث الذي كان في 15 من شعبان، حين أمر الله نبيه بهذه الآية أن يستقبل الكعبة، ومنذ ذلك الوقت صارت الكعبة قبلته صلى الله عليه وسلم وقبلة أمته من بعده إلى أن تقوم الساعة. فما الحكمة من تغيير القبلة وتحويل القبلة؟ إن الله سبحانه وتعالى جعل أول الأمر القبلة إلى بيت المقدس في فلسطين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرره من أيدي الغاصبين. ثم أمر الله تعالى نبيه أن يحول القبلة إلى الكعبة امتحاناً وابتلاءً، ليتميز الصف ويظهر الفرق بين من يعبد الله ومن يعبد الله على هواه، بين من يعبد الله خوفاً وطمعاً وبين من يعبد الله على هواه. فظهرت سرعة استجابة الصحابة، سرعة استجابة الصحابة وامتثالهم لأوامر الشرع، ولو تعارضت مع أهواء بعض النفوس أو تصادمت مع آراء بعض الناس، لكنهم امتثلوا. بل إن من الصحابة من كان في صلاة يصلي ركعتين أوليين إلى بيت المقدس فجاءه الخبر وسط الصلاة فحول القبلة وأكمل الركعتين الأخيرتين إلى جهة بيت الله الحرام. وهناك يوجد في المدينة مسجد يسمى بمسجد القبلتين، الذي صلى فيه الصحابة إلى القبلتين في ركعة واحدة أو في صلاة واحدة.
فكان تغيير القبلة كما قال العلماء امتحاناً واختباراً للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. أما المسلمون فقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، الله هو الذي أمرنا أن نصلي عام ونصف إلى هذه الجهة، وهو الذي أمرنا أن نصلي الآن إلى هذه الجهة، ونحن دائماً نمشي بأمر الله سبحانه وتعالى. فإنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هداهم الله، ولم تكن هذه المسألة كبيرة عليهم. وأما المشركون وكانوا في مكة فكانوا فرحوا بهذا التغيير، تغيير القبلة. وماذا قال لهم الشيطان؟ قال لهم إن محمدا غير القبلة إلى قبلتكم، وبالتالي فإنه قد يغير دينه إلى دينكم، بمعنى أنه كما غير قبلته إلى قبلتنا فسيغير دينه إلى ديننا. هذا ما سول لهم الشيطان. وأما اليهود فقالوا إن محمداً خالف قبلة جميع الأنبياء، وكان الأنبياء يصلون في بادئ الأمر إلى بيت المقدس، ولو كان نبياً لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. وأما المنافقون فتحدثوا وقالوا وتكلموا ما يدري محمد أين يتوجه، مرة يصلي هكذا ومرة يصلي هكذا، وهذا هو الباطل بعينه، ولو كان الأمر حقا لا ثبت على قبلة واحدة، هذا قول المنافقين. فأجاب الله تعالى الجميع مدافعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يعمل بأمر الله، وأن صلاته إلى بيت المقدس لن تضيع، لأن المنافقين قالوا هذيك 18 شهر اللي صليتوا لهذا الجيه كلها باطلة لأنكم غيرتوا القبلة، معنى أن القبلة الأولى باطلة ودين صلاتكم باطلة. فقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال أهل التفسير وما كان الله ليضيع صلاتكم، فسمى الصلاة بالإيمان، وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنكم صليتم إلى تلك القبلة بأمر الله، والآن تصلون إلى هذه القبلة الجديدة بأمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. أيوة، هذه المسألة كبيرة على الذين لم يهدهم الله من المشركين واليهود والمنافقين، أما المؤمنين فليست كبيرة عليهم لأن الله تعالى هداهم إلى الحق. فهكذا تمحص الصف وتبين أهل الحق من أهل الباطل. قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي أن هذه القبلة الأولى إلى بيت المقدس من أجل الاختبار ومن أجل الامتحان، شكون اللي غيتبع الأوامر ديال الله تعالى وشكون اللي غادي ينقلب على عقبيه، وشكون اللي غيرتد على هذا الدين، أو شكون اللي غيتكلم على هذا الدين، أو شكون اللي غادي يكون من الصفوف الأخرى الذين لم يهدهم الله تعالى إلى الطريق الصواب. ومن أحكام القبلة التي ينبغي معرفتها معاشر المسلمين أن الله تعالى قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر أي جهة، بمعنى إذا مال الإنسان يعني ميلاً خفيفاً فلا بأس. حال الآن في المساجد، معظم المساجد ديالنا يعني لا نتوجه إلى القبلة مباشرة لأن القبلة يعني عن يسارنا شيئاً، فالصلاة صحيحة لأننا نستقبل الجهة. فولي وجهك جهة أي شطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح يديه وقال ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي هذه الجهة كلها، الجهة كلها قبلة. ثم إن القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، بمعنى إذا كنت تصلي إلى غير القبلة وأنت تعلم القبلة فصلاتك باطلة، يعني ما عندك لا عذر ديال الجهل ولا عذر ديال المرض ولا عذر ديال شي مشقة معينة وصليت لغير القبلة وأنت تعلم يعني متعمدا فالصلاة غير صحيحة. أما إذا كان الإنسان جاهلا للقبلة فإنه يصلي أينما تولوا فثم وجه الله،
كتصلي لاي جهه الا ما كنتيش عارف شي بلاد مثلا ولا شي خلا ولا كذا ما عرفتيش القبله يعني فانك تصلي الى اي جهه فاينما تولوا فثم وجه الله. كذلك المعذور المريض، المريض الذي لا يستطيع ان يصلي الى القبله وما كاينش اللي يحول ليه السرير ديالو الى القبله او لا يجد مشقه مثلا في المستشفى انه يتحول القبله اثناء الصلاه فيصلي الى اي جهه فهو معذور. كذلك الانسان المسافر في الطائره او الحافله او اي وسيله من الوسائل اذا لم يستطع ان ينزل الى الارض فيصلي فانه يصلي حيثما صلى فصلاته صحيحه. والجاهل للقبلة اختلف فيه العلماء، الجاهل قال يعني يغلب جهة معينة ويصلي إليها، وإذا علم فلا يعني يجب عليه أن يعيد، وبعض الفقهاء المالكية قالوا يعيد في الوقت إذا كان مازال الوقت يعيد وتعتبر له نافلة، لكن إذا لم يعيد فصلاته صحيحة التي صلاها لأنه علم يعني صلى يعني باجتهاده واجتهد إلى جهة معينة. فهذه بعض الأحكام التي ينبغي أن نعلمها، وأن القبلة رمز لوحدة المسلمين. نسأل الله تعالى أن يجمع شمل المسلمين وأن يوحد صفوفهم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. عباد الله، شهر شعبان بوابة وقنطرة لرمضان، وكما أن الله تعالى حول قبلة في شهر شعبان فيه إشارة إلى المسلمين أن يحولوا قبلتهم انطلاقاً من شعبان ليتأهلوا ويتدربوا على الأعمال الصالحة التي يجتهدون فيها في رمضان. فحولوا قبلتكم معاشر المسلمين واجتهدوا في هذا الشهر المبارك في الأعمال التي تقربكم إلى الله من صلاة وصيام وقيام وقراءة للقرآن، فإنه قد سماه بعض العلماء وبعض الأصحاب شهر القراء، شهر شعبان شهر القراء، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه، يغفل الناس عنه بمعنى شهر عظيم فيه خير كثير يغفل الناس عنه. والذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهراً من الشهور أكثر مما تصوم في شعبان، بمعنى تصوم في الشهور كلها وتكثر من الصيام لكنك في شعبان تصوم أكثر من الشهور الأخرى. فقال عليه الصلاة والسلام هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فيجتهد المسلم سواء في النصف الأول أو في النصف الثاني، وقد كره بعض العلماء أن الإنسان يصوم في النصف الثاني وهو لا يصوم العام كاملا، لكن إن صام يرجو الله سبحانه وتعالى قبول صيامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحة، وأن يوفقنا للاجتهاد في هذه الأيام المباركة المتبقية لشهر رمضان. فمن الدروس التي نستفيدها أخيرا في هذه الحدث أو هذا الحدث الذي هو تحويل القبلة، مكانة القبلة عند النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الكعبة التي شرفها الله سبحانه وتعالى، وكذلك مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. فإن الله سبحانه وتعالى يعني بيّن في هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، بمعنى أن الله تعالى أرضى نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على مكانته عند الله. وكذلك مكانة هذه الأمة بين الأمم، الأمة اللي قال فيها الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية وجاءت يعني في معرض الآيات ديال القبلة، قال إنما حولناكم
يا معشر المسلمين، إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع أي جميع الأمم معترفون لكم بالفضل. وكذلك مكانة بيت المقدس الذي هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أسري به من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في القدس، نسأل الله تعالى أن يحرره من أيدي اليهود الغاصبين، وأن يرفع المحنة عن إخواننا في فلسطين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أوردنا حوض نبينا، اللهم اسقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم وفقنا يا أرحم الراحمين للاجتهاد في الأعمال الصالحة التي تنفعنا في هذا الشهر شهر شعبان، وبلغنا رمضان ووفقنا يا أرحم الراحمين للاجتهاد فيهما حتى نلقاك وأنت راض عنا، واجعلنا من عتقائك يا رب العالمين من النار في هذه المواسم المباركة. وفقنا يا ربنا للذكر وتلاوة القرآن والأعمال الصالحة والصدقة والإنفاق على الفقراء وعلى المساكين، وكذلك الإنفاق على بيوت الله، ومنها يعني هذا المسجد الذي كما ذكرنا في الخطبة السابقة إخوانكم يجتهدون إن شاء الله تعالى في توسيع في أجواء يعني إصلاحاته، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى أن يسهم في هذا الخير استعداداً لما يليق بعبادة رمضان، وكذلك تغطية البقعة الخلفية التي يعني لم ييسر بعد إن شاء الله أن توسع على المسلمين. نسأل الله تعالى أن ييسر الأسباب ويفتح الأبواب، وفي انتظار ذلك فكما تعلمون يغطيها إخواننا يعني تغطية مؤقتة لأجل أن يصلي فيها الناس صلاة التراويح. كل هذه الإصلاحات إن شاء الله تعالى من أراد أن يسهم يتواصل مع جماعة المسجد، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ونسأل الله تعالى أن يتقبل من كل من أنفق، اللهم تقبل من كل من أنفق في سبيل بيت من بيوتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم ووفقنا إياهم لما تحبه وترضاه. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في كل مكان، اللهم وفق حكام ولاة أمور المسلمين لما فيه خير وعزة الإسلام والمسلمين، اللهم وفق وعن ملكنا محمد السادس لما تحبه وترضاه، اللهم أصلح به البلاد والعباد، اللهم اجري الخير على يديه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.